في خبرية اليوم على أستاذ سركيس تقلع مضبوطة؟ مضبوطة يعني عم نبحث منه بعد ما خلصناه على الآخر. أوكي، وبالنسبة لموضوع اجتماع اليوم حضرتكم شاركتوا هون لتقولوا شو؟ نحن مثل ما ندعو كل الأندية نحن ندعينا كمان، ومثل ما تفضل الرئيس قال إنه رجع كان بده يتسمع كل الأندية لما يصير في الأندية ما يفكروا إنه نحن آخر شيء كسرنا قرارهم وأخذنا قرار مستعجلين فيها، لا، لأنه نحن بحثنا بهول الأمور وشفنا مصلحة اللعبة ومصلحة المنتخب بده أجنبيين بدل الثلاثة. هلا في أندية ما بدهم إياها أسباب معينة، ومثل ما اليوم كلنا جينا بدنا نرجع نبحث الوضع تنشوف إذا في شيء طريقة من الطرق نظبط الأمور، ليش لا بالآخر الاتحاد الأندية والأندية للاتحاد وما في مشكلة أبدا. بحال رجعوا غير قرار واعتمدوا ثلاث أجانب، شو رح يكون موقف لما تنسى هذا؟ نحن دائما من الاساس قلنا هيدي كذا وقت ما جتنا الفرصه انه نحن دائما مع قرارات الاتحاد لو شو ما كان الاتحاد شو ما كان القرار ما عندنا مشكله ابدا. بدهم اجنبيين بدنا نلعب باجنبيين، بدهم ثلاثه بدنا نلعب بثلاثه، لانه نحن ثبتنا بالموسم الماضي انه فريق بلو بادجت في يعطي نتيجه وفريق بيج بادجت كمان في يعطي نتيجه، و بزن الهومات من سنة الماضية عملوا نتيجة بالريتور نتيجة كتير كبيرة ما حدا كان حتى عم بيفكر انه يعملها، ربحنا نحن 8 توشي من اصل 9 وحظنا كان ضد الشون ضد العمشيت وكفينا بعدين بالفاينل فور ضد العمشيت وما وصلنا النتيجة، بس هذا ما بيمنع انه نحن عملنا نتيجة كتير كبيرة بلو بادجت كمان. Thank you.